أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أمر جلالته السامي بمساعدة الأسر المحتاجة المسجلة لدى الملكية للأعمال الإنسانية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمتضررة من فيروس كورونا. ووجه جلالته المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثلي جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بأن تتولى مهمة الإشراف على صرف ومتابعة تنفيذ هذه المكرمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لتسهم في توفير احتياجات هذه الأسر ومستلزماتها وللتخفيف من العباء المادية التي تواجهها في هذا الوضع الاستثنائي. وبهذه المناسبة رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة خالص الشكر والعرفان إلى جلالة الملك المفدى الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية على رعايته الأبوية واهتمامه الدائم بجميع فئات شعبه الوفي وتلمس احتياجاتهم في مختلف الظروف والمناسبات وتوفير الحياة الكريمة لهم. وأشار سموه إلى أن هذه المكرمة الملكية ليست بالأمر الغريب على جلالته حفظه الله ورعاه صاحب العطايا الإنسانية الذي يحرص دائما على فعل الخير وتوفير الحياة الكريمة لشعبه الوفي، إذ يوجه جلالته إلى تقديم الدعم المتواصل للمحتاجين بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة لكون جلالته السند الأول لشعب البحريني. وبين سموه بأن المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ستعمل على تنفيذ هذه المكرمة على الوجه الأكمل، مثمنا سموه الجهود الوطنية التي يقوم بها الفريق الوطني والذي يعمل بكل جد لاحتواء ومنع انتشار وباء كورونا كوفيد-19 في المملكة عبر تطبيق كافة المعايير الدولية والإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، مما أكسب مملكة البحرين السمعة الطيبة والإشادة الدولية من منظمة الصحة العالمية بفضل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، وبالمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى حرص سموه وكافة منتسبي المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية للمساهمة مع الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا ومواصلة العمل من أجل مصلحة مملكتنا الغالية وبما يحقق سلامة المواطنين والمقيمين عبر تطبيق كافة المعايير الدولية والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا كوفيد-19. من جانبه أكد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الدكتور مصطفى السيد أن جلالة الملك المفدى يحرص أن يكون سباقا في تلمس احتياجات الجميع في مختلف المناسبات والظروف وتقديم العون لهم، وأشار إلى أنه بناء على هذه المكرمة الكريمة وبتوجيه من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة فإن المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ستقوم بالتنسيق مع الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإيصال المواد الأساسية للأسر المحتاجة المتضررة من فيروس كورونا في مختلف مناطق المملكة من خلال 500 متطوع ضمن فريق التطوع بالمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية.